اهلا وسهلا بكم مشاهدين تلفزيون حضرموت الرسمي. هنا الشباب وهذا ديوانهم. سنتكلم اليوم عن خطر مؤلم، عن ام الجرائم، عن اكبر جنايه ممكن ان يرتكبها الانسان بحق نفسه ومستقبله واهله واولاده وبلده. سنتكلم عن السم القاتل اللي يهدم المجتمعات ويقتل الانسان وينسف كل مقومات الحياه والسعاده في الاوطان والبلدان. سنتكلم عن المخدرات، هذا الوبال الخطير، هذا الوبال اللي يدي العالم كله كان وما زال في معركة شرسة دائمة معه لإيقافه وإنهائه، ولكن ما زال موجود وينتشر ويتمدد في كل البلدان والمدن والبلدات، لا يفرق بين أحد ولا يرحم أحد، لا يعرف الحدود، وليس له وطن ولا جنسية ولا دين. يجيب معه كل أنواع المصايب والفواجع والهزايم والجرائم والنكبات. لازم نكون نحن جزء من هذه المعركة ونقوم بدورنا في محاربته، ودورنا في بناء الوعي حوله، وبناء الوعي له تأثير كبير في هزيمته ومكافحته ودحره، وهذا ما تؤكده الدراسات والتجارب. هناك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دراساته الأخيرة تؤكد أن هناك علاقة قوية وطردية بين ارتفاع مستوى الإدراك، مخاطر المخدرات، وانخفاض معدلات تعاطي المخدرات. ولهذا السبب عملنا هذه الحلقة حول الوعي بالمخدرات، وذلك لتثقيف شبابنا وحماية الصحة العامة وبناء خط الدفاع الأول لمكافحة المخدرات. هذه الحلقة وتناقش هذا الموضوع الحساس والخطير سنضعه على الطاولة، وسنسأل أسئلة جريئة. ما هي أنواع المخدرات؟ كيف تدخل المخدرات إلى بلادنا؟ هل المدمنين مجرمين أم ضحايا المجتمع؟ هل القات فعلا من المخدرات؟ كيف نحمي أسرنا وأولادنا من خطر هذا الفتاك الأشر؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا. يشارك معنا في هذه الجلسة الأستاذ صالع عسكول صحفي. أهلا وسهلا أستاذ صالع، شرفتنا اليوم ديوانية اليوم، سعيدين بتواجدنا، ربنا يحفظك، شرفنا وياك. كذلك يشارك معنا الأستاذ محمد العطاس رئيس قسم التوجيه المعنوي بإدارة مكافحة المخدرات ساحل حضرموت. أهلا وسهلا أستاذ محمد، الله يبارك فيك، شرفتنا إن شاء الله، الله يرفع قدركم، حياكم الله، ربنا يكرمكم ويعطيك العافية، اللهم آمين يا رب. كذلك يشارك معنا سلطان باطرفي نائب رئيس قسم التوجيه بإدارة مكافحة المخدرات ساحل حضرموت. أهلا وسهلا أخي سلطان، الله يعطيك العافية، ربنا يحفظك إن شاء الله، نورتونا إن شاء الله، الله يجزيك خير. طبعا نبدأ النقاش، وقبل ما نبدأ النقاش في سؤال أتوقع أنه مركزي وحرج ويجب أن نقف عنده، هل المخدرات فعلا هي أم الجرائم؟ هذا السؤال طبعا أوجهه أولا للأستاذ محمد العطاس وذلك لدوره في مكافحة المخدرات في حضرموت. أستاذ محمد، هل المخدرات فعلا أم الجرائم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته يوم الدين، أما بعد، المخدرات بالفعل هي أم الجرائم. نعم، كيف لا، وأنت والله والإخوة المستمعون، لا تكون هناك أي جريمة من الجرائم ربما إلا وسببها المخدرات. فكم سمعت أنت، كم سمع الإخوة، وكم سمع من يسمعني الآن، هناك جرائم جمة في بلادنا خاصة وفي جميع البلدان إلا من رحم الله سببتها المخدرات. هناك منهم من قتل أمه بسبب المخدرات، ومنهم من قتل زوجته بسبب المخدرات، ومنهم من عياذا بالله اغتصب ابنته بسبب المخدرات، ومنهم من وقع في جرائم شتى بسبب المخدرات. ثم بعد ذلك كيف لا نقول أنها والله أم الجرائم، بل هي أم الجرائم بذاتها. جميل. نعم. جدا هذا الطرح. طيب أتقل أستاذ صالح، بصفتك إعلامي وفاعل اجتماعي وصحفي أيضا، أنت ترى المخدرات فعلا هي أم الجرائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سعيدين في هذا التواجد في هذه الحلقة. طبعا زي ما تكلم أخينا العطاس أنه فعلا هي المخدرات هي من أكبر الجرائم التي تحدث في المجتمع. الحقيقة ما نسمعه وما نقرأه وما نشاهده في حوالينا وبالذات في محافظة حضرموت شيء كبير جدا من آثار هذه الآفة الخطيرة التي غزت محافظة حضرموت مؤخرا. الحقيقة فعلا المخدرات تعتبر من أكبر الجرائم لما لها من آثار مدمرة وعظيمة على الفرد والمجتمع. صحيح، وأتوقع أن المخدرات يسمونها حتى، وهذا مصطلح شايع، إنها أم الجرائم، وذلك إنها ولادة لجميع أنواع الجرائم، الجريمة المنظمة، تجارة الأسلحة، الدعارة، القتل، كان سببها المخدرات. طبعا في كلمة رائجة أو مفردة جديدة أصبحت الشبو حول المخدرات، ودبا نسمع أخينا سلطان، يعني
ايش هو الشبو الان اللي صدعوا راسنا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ الشبو والله والله اعلم هو ماده كيميائيه، ماده كيميائيه، فهي اخطر من الحشيش، في الحشيش ماده طبيعيه، فالشبو اخطر بما انه ماده كيميائيه، ماده كريستاليه تشبه مثل ما يقولون يسمونه عندنا هنا سكر شناوي، يسمونه بهذا الاسم. فهذا هو او بس هذا هو مصدره طبيعي او صناعي يصنع الشبو؟ لا لا، هذا مادة كيميائية، مادة كيميائية طبيعية كيميائية. وهم نوع من أنواع المخدرات؟ نعم أكيد أكيد، بل هو أم المخدرات، أم المخدرات. نعم. هي كلمة الشبو أتوقع أنها مؤخرا انتشرت، يعني هل هو منتج جديد؟ هو كان موجود من قبل لكن لم يظهر بظهوره في هذه الأيام. نعم. الآن في هذه الأيام خلال هذه السنتين هذه الأخيرة ظهر برز بروز كبير جدا، وأنه كان موجود. هل رخصه تكوينه؟ لا، الجو اللي يعطيه. أما بالنسبة للرخص، سمعت والله أعلم بأن ملء الغطاء قارورة صحة الماء يوصل سعره من 200 سعودي إلى 300 على حسب موقع البلاد. أما بالنسبة للرخص فما، بس أتوقع قد يكون أرخص من أنواع المخدرات الثانية، الهيروين، الكوكايين، الأفيون. نعم هو بالنسبة أرخص. نعم لعله والله أعلم أرخص. جميل. نعم. طيب أستاذ محمد، وأنت ما شاء الله أكيد واجهت كثير من المواقف في المخدرات، عرفت جلست مع ناس بحكم وظيفتك أي مدير إدارة التوجيه، يعني إذا قلنا إيش أسباب تعاطي المخدرات وانتشار المخدرات في المجتمع؟ الله الله، طبعا أول الأسباب ضعف الوازع الديني، ضعف المراقبة من الله سبحانه وتعالى والخوف من الله جل وعلا. وكذلك من الأسباب الرفقة السيئة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صحيح. أنت تصاحب من؟ أنت تجالس من؟ أنت تخالط من؟ اسمح لي والله أن أعلق تعليق بسيط بإذن الله. صحيح. وموقف صار قبل سنوات قريبة، شاب كان يدرس معنا في حلقات القرآن، يدرس معنا في حلقات القرآن، ابتعد عن الحلقات بعدما تعرف على شلة فاسدة وبدأ يدخل في دوامة المخدرات، دخل في الحبوب المخدرة ما تسمى بالروش. وإذا به ذات يوم بعد صلاة العشاء صعد إلى بيته وحمل السكين وطعن والدته 36 طعنة. والله يا أخي 20 طعنة في ظهرها و16 طعنة بين الصدر والبطن والنحر. يعني هذا يكون فاقد الوعي أو متعمد، يعني وعي من أجل فلوس. أنا بجلوسي مع المتعاطين للمخدرات يقولون نحن الرحمة تنتزع من قلوبنا على أنفسنا، فكيف على غيرنا؟ أصلاً ما نرحم أنفسنا علشان نرحم غيرنا. فلذلك لاحظ من أعظم الأسباب بعد ضعف الوازع الديني الصحبة السيئة، وكذلك يعني ضعف في تربية كثير من الآباء لأبنائهم وبناتهم. يعني ضعف كثير من التربية. ثلاثة أسباب رئيسية للانتشار، هذه الأسباب الرئيسية اللي نعتمد عليها. نعم. والصحبة السيئة. نعم. وضعف التربية. وضعف التربية. وأنا أؤكد كذلك المعلومة طرحتها، وخصوصا حق رفقة السوء. نعم. والأقران. نعم. أثناء تحضيري لهذه الحلقة وجدت دراسة، وجدوا أن هذه الدراسة تؤكد أنه من 60-70% من متعاطي المخدرات بسبب الرفقاء. الرفقان يؤثر بشكل كبير حتى من معالجات المخدرات، أنه دعم الأقران، كيف نجيب الأقران كانوا متعاطين وتابوا يساعدونهم. فأتوقع أنه الرفقة السيئة هي السبب، وأيضا هي قد تكون العلاج، يعني دعم الأقران كيف تساعده. نعم. في تجاوز مثل هذه الأمور. نعم. طيب أستاذ صالح، أنت هل تتوقع أن هذه الأسباب هي الأسباب الوحيدة لانتشار وتعاطي المخدرات، أو هناك أسباب أخرى؟ هذا ذكرها في الغالب أسباب أسرية وأسباب فرد. هل المجتمع مسؤول عن انتشار المخدرات بين الشباب؟ ما هو المجتمع، هو سلوك المجتمع. سلوك المجتمع، يعني متابعة الأفلام، متابعة رفقة السوء، تكون لها علاقة بهذه الأشياء، يعني الترويج لهذه الأمور، الترويج. يعني تصنع نوع من القدوات، يعني محبب. أيوة. أيضا السماع عن مافيات المخدرات وتجار المخدرات، فلذلك الناس ترجع لهذا. وأيضا أعتقد أنه الآن الضعف المادي، أو الضعف المادي، الضعف المادي هو سبب. أيضا الأخلاق للأسف الشديد الآن كثير من الأخلاق انهدمت بسبب الإقبال على هذه الآفة والظاهرة الخطيرة. طيب في سؤال دائما يدور في بالي، وأتوقع أنه يدور دائما في المجتمع، هل القات فعلا من المخدرات مثل ما هو رايج، أو ليس المخدرات سلطان؟ كيف هو مصنف عالميا بأنه من المخدرات، وإن قال أكثرهم أنه مش من المخدرات لكنه سبيل لقوع المخدرات. الله. لعله أول خطوة تخطو بها إلى المخدرات أول قات. أول قات. نعم. سبحان الله. أول خطوة تخطو بها، فسبحان الله هي خطوات، هي خطوات. الواحد مش تو من البداية قدو
قدو متحبب قدو سكران، هو بداية خطوات سبحان الله. والقات يعتبر يعني عالميا النوم المخدرات. نعم لازم معاقبته. نعم والله. وفعلا حتى كثير بحكم علمي يتنقل في عدد من الدول، كثير من الدول انها تعتبر القات مخدرات. أيوة. لما تجيبه في المطار لا تعتقل وتحاكم. صح. محاكمة المجرم المخدرات يعني. أيوة متعاطي المخدرات. طيب اتوقع انه في هذه المخدرات هذا فين تزرع وكيف تدخل بلادنا عندنا استاذ محمد؟ نعم فين تزرع تصنع وكيف تدخل عندنا في البلاد؟ هي طبعا تزرع الله اعلم بالضبط فين، لكن منها ما هي يعني تصنع عندنا في البلاد. كيف يعني؟ مثل الشبو الان صار يعني حتى عندنا يسوونه. ايوه الشبو نعم. لكن دخوله طبعا ياتي عبر الساحل، ياتي عبر البر مروجين عبر سيارات، وقد الحمد لله يعني تم ضبط كثير من المروجين يعني في البر والبحر جزاهم الله خير الإخوة قايمين يعني بجهد كبير بفضل الله. عفوا استاذ محمد، لما تقول هنا الشبو يصنعونه عندنا يعملونه هنا ويصنعونه عندنا، ولما يدخل يعني هنا يصنعون يدخل المواد الخامة يصنعونها او انهم يدخلونها من الخارج؟ لا اعلم بالضبط. جميل جدا. طيب استاذ سلطان، هذه في انواع كثيره من المخدرات، الكاكوين والهروين والحشيش والشبو، ايش انواع المخدرات حسب انتم عملكم لقيتوها منتشره بين الشباب او بين المدمنين المخدرات؟ اغلبها والله اعلم الحبوب الروش، الحشيش، هذا الذي هذا نوع من المخدرات الحبوب. نعم نعم. غير الشبو هذا؟ غير الشبو. وفي بعض في عاد شيء ينبه على شيء يعني السهام به كثير تحصل المخزنين، الحبوب المهديه. الحبوب المهديه هذا بس هذه يبيعوها في الصيدليات تتوقع؟ نعم. وتعتبر مخدرات؟ مخدرات ممكن تكون مخدرات للشخص اللي ما في مرض اصلا، شخص صحيح يتعاطاها فيرجع يختل هذا الشخص. اما اذا كان شخص مريض ممكن تنفعه، اما المشكله الان اصبحوا بعضهم اكثر المخزنين تحصل هذا على الحبوب، يقولوا حبوب لثه هذه الحبوب. طيب واصحاب الصيدليات يصرفوها لاي واحد يطلبها من غير رشدة من طبيب او من غير اعتماد معين؟ والله العظيم انا والله اعلم مثل ما سمعت انهم يعني اسمع بعضهم يقول لها حبوب لثه، وكانه يعني امور طيبه يعني من دون اي خبر من طبيب او علاج مسبقا كان. فهمتك. فهكذا كانوا يبيعون والله اعلم. طيب ايضا في سؤال ودائما يراوز وسؤال جدلي في الغالب حول المخدرات، استاذ صالح اسالك بحكم انك صحفي ومطلع ومحتك بالعاملين في المجال الاعلامي والاجتماعي، هل مدمنين المخدرات هم مجرمين ام ضحايا؟ والله لو بغيتوا كذا وكذا الاثنين مع بعض، في بعضهم مجرمين وفي بعضهم ضحايا، فمن يحتك بشله مجرمه يكون هذا ضحيه. والمجتمع صراحة هو أعتقد أشوفه أنه ضحية كامل، لأنه الآن المجتمع كله المجتمع ضحية لمن؟ ضحية لمافيات المخدرات، تجار المخدرات، تجار المخدرات، لأنه في الفترة الأخيرة أصبح انتشار هذه الآفة خطيرة جدا بين الشباب، وما نسمع الحقيقة من قصص واقعية في مدارسنا في جامعاتنا في مجالسنا شيء كبير جدا الحقيقه. واتوقع اكيد لا اتوقع انه هناك جريمه اسوء من المخدرات، لان هي اساسا تقتل الانسان، تعطل مقومات المجتمع على الحركه، على العطاء، على الانتاجيه. فاتوقع انه ظهور المخدرات في اي مجتمع هو يفتك بكل ليس بالانسان ولكن بمقومات الحياه، فلا نستطيع ان ننتج ولا نستطيع ان نبدع. صح. ولا نستطيع ان تتحقق السعاده وتهدم الاسر. يعني يهدم المجتمع سقفه على اولاده. صحيح. وعلى ابنائه. فلا اتوقع انه شيء اسوء من المخدرات بحكم تاثيره المتعدي على الجميع. طبعا استمتعنا بالنقاش، بس خلونا احنا ناخذ فاصل ثم نرجع نواصل النقاش وبقيه الاسئله ان شاء الله. اذا مشاهدينا دعونا نذهب الى فاصل ثم نعود لنواصل نقاشنا حول المخدرات. حياكم الله مشاهدينا، نواصل الحديث والنقاش حول موضوع حلقة اليوم وهو تعني بالمخدرات. وقبل أن نخوض في العمق نذهب إلى استطلاع رأي الشارع حول موضوع الحلقة ثم نعود لنواصل النقاش مع ضيوفنا. والله نحن حابين في الشباب يعني نفسهم أصحاب المخدرات يتجهون للرياضة، وإن شاء الله بإذن الله يعني الدوائر الحكومية توفر لهم الأشغال
عشان يبطلوا من الأشياء هذه المخدرات، الشبو والمخدرات والحشيش والحبوب الفاليوم طبعا على الكون والسكار فيه منه. يعني نفضل انه الافضل انهم يتجهون للرياضه. اولا دور الاباء يجب ان يكون الدور الاساسي هو دور الاب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعيه. الاب اذا الله سبحانه وتعالى استرعاه في هذه الاسره عليه المحافظه عليها، متابعه ابنه مع من تمشي، على المرء لا تسل اسال عن قرينه، ان القرين بالقرين يقتدي. هذا امور بغت يعني المام اولا اسري من الاسر، ثانيا على الدوله مراقبه هذه الاشياء ومن اللي يشيع هذا ومن اللي يروج عن هذا الشيء، متابعة جدية وحثية من جهات المختصة الأمن. والشباب بحاجة إلى من ينصحهم، بحاجة إلى من يراجعهم، فقد يعودوا من هذا الآفة. أسباب انتشار المخدرات في مدينة المكلا في الآونة الأخيرة هي بسبب قلة أو كثرة الفراغ لدى الشباب العاطل عن العمل وقلة الاهتمام بهم من قبل الجهات المختصة. فأسباب تقليل أو المبادرة في تقليل هذه انتشار هذه الآفة هو بإيجاد فرص عمل وإيجاد وسائل تعليمية للشباب وتفعيل دور الرياضة في المدينة لاستغلال الشباب من الانحدار لهذه الآفة. والله الحلول كثيرة طبعا، كله بيد السلطة. السلطة وفرت إمكانيات للشباب، ملاعب ومنتزهات، شوف ان الشباب بتلتجه اكثر شيء للرياضه وللولاه، لان قله الاماكن والمنشات الرياضيه للشباب هي اللي خلتهم يضطرون يوصلون لهذه الحياه السيئه. يعني نحن نتمنى من السلطه الاهتمام بالشباب، مثل قامت الدوريات والبطولات التنشيطيه لهم، كل الشباب بتلتجه للرياضه والحياه تشوفها مناسبه اكثر من الحياه السيئه. يعني ونحن قد طرقنا الموضوع مع قياده مكافحه المخدرات في مثل هذه المواضيع، الاهتمام قليل انهم ينتجون للشباب يعني اكثر، ومساعدتهم والقرب منهم. حتى تعرف انت الفتره الاخيره انتشرت حاجات يوم اكثر من الشبو، يعني حتى السيجاره والقات صغار السن، يعني معاد البلاد يعني معاد تحتاج انها توصل لهذه المراحل. احنا حبينا ان احنا نكون نساعد وقريب من الشباب، حتى وصلنا نخري في اماكن ما نسوي لهم محاضرات ونحن غير مؤهلين، بس نتطوع مننا ان احنا نوصل لهم رساله ان هذه الحياه يعني دليل ان نهاية الشباب، يعني وصلوا لحد الشبو والمخدرات تعتبر نهاية الشباب. نحن نتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن توصل رسالتنا للسلطة أن توفر نحن هذه الإمكانيات وتساعد نحن تكون قريبة مننا، نحن جاهزين لهذه الحاجات. والله يعني يبغالك ناس توعيين يتفاهمون بالأشياء دي يمسكونهم، في حال أنهم مسكوا أشخاص داخل السجن يجلسون معهم ويتوعونهم في الكلام ده، يتجهونهم إلى الكلام حسب الرياضة حسب الأشغال. يعني إذا كان في أشغال مجال لها مفتوح يشلونهم من طرف السجن، يعني بدل ما يحكمون عليهم بالأحكام 5 سنين 6 سنين، يعني يعطونهم أقل تن سنة سنة سنتين يتجه بعدين إلى الشغل. يعني الحلول والله الرجوع أولا إلى مجالس علم، مجالس ناس خيرين، اختيار الصديق الحسن خير من الصديق السوء. يعني الاختيارنا بعدين على الناس، انت تتوجه حارات مشايخ الحارات، هذا المسؤولين في الحارات عليهم يلمون هؤلاء الشباب ويفتحوهم ينوروهم يبصروهم وينصحوا والدين النصيحة يا أخي. لا بس الناس كانت تسكر في العهود السابقة ورجعت من هذه الآفات الكبيرة. يعني فالدين العلاج هو الوحيد، هو رجوعهم إلى الدين أولا بدرجة أساسية، بعدين نصح الارشادات في يعني في المنابر من قبل الخطباء يوجهوا الشباب ما هي الامور اللي بتضر، مسببات هذه الاشياء الافه هذه ايش اضرارها تعود عليهم، بعدين عليهم وعلى اسرهم، تؤدي الى قتل اب انه ابن يقتل ابيه او رجل يقتل زوجته من هذه المسببات. يعني نرجو للجميع يعني الابتعاد عن هذه الافه ان شاء الله تعالى، وجزاكم الله خير. نرحب بكم مجددا مشاهدينا. يعني اولا احب ان اشكر فريق الاعداد على هذا المحتوى وهذا التقرير الرائع.
كنت وسعيد حقيقة، لأنه ما أتوقع أنه بنلاقي عندنا المجتمع بهذا النضج في الطرح أسباب المخدرات مع الجات. والله يعني المعلومات اللي وجدتها الآن من المجتمع ما توقعتها، يمكن وجدتها أثناء تحضير الحلقة في مجموعة من الأبحاث في الدراسات، ولكن يعني سعيد أنه في مرحلة من النضج وصلت المجتمعنا. فأشكر فريق الإعداد أنه خروجه للشارع للميدان للناس اللي يعاشون المدمنين اللي يحتكون بهم من أجل معالجتها. أتوقع جهد مجتمعي كلنا نعالج مثل هذا وكلنا في معركة. أتوقع طيب أستاذ صالح، إيش تعليقك وتعجيبك هذا؟ إيش عجبك معين في إضافة على هذا التقرير؟ والله اللي عجبنا فيه هو الفراغ، الفراغ مشروع المخدرات الفراغ. أيوة، سبب رئيسي الحقيقة وسبب مهم جدا. إذا وجد الفراغ يصبح الشخص لقمة سهلة للوقوع في هذه الآفة الخطيرة وتعطيها. وفعلا وأتوقع أن حتى الدراسات النفسية تؤكد أن الفراغ هو سبب لجميع الأمراض النفسية، يعني السبب رقم واحد الأمراض النفسية الفراغ، والسبب للجرائم. فأتوقع أنه ملاحظة الأخ المشارك معنا في التقرير أنه الفراغ ملاحظة جوهرية ومهمة أيضا فعلية، فنحتاج أن نعالج هذا الشيء. وهذا رسالة نوجهها للسلطات الرسمية، المنظمات، المجتمع. كيف نعالج هذه المعالجة وكيف نملى فراغ الشباب في مفيد المجتمع؟ أشكرك يعني على هذه اللحظة. أيضا أستاذ محمد، إيش الحاجة اللي عجبتك أو تعليقك وتعجيبك على التقرير؟ الذي عجبني حقيقة التقرير كله، ما شاء الله تبارك الله، كان الطرح جميل. واللي عجبنا أيضا أنه كل الناس شاركوا الهم، يعني كلهم كان عندهم هم وشاركوا صراحة يعني في إيجاد الحلول، وضعوا صراحة حلول كانت طيبة، وأيضا صراحة مشاعرهم يعني كانت صادقة، حسيت جزاهم الله خير ويرفع قدرهم. أتوقع أن العالم كله أصبح مشاعره صادقة ضد المخدرات، لأن المخدرات يمكن تكون أسرنا ومجتمعاتنا، ما في حد محمي، ما في حد محصن، كلنا معرضين أن المخدرات قد يخترق مدارسنا، يخترق مجتمعاتنا، يخترق أسرنا. فأتوقع أنه كل واحد عنده هم لحماية، والهم أتوقع أنه ده بينعكس أنه كيف نعمل مناعة مجتمعية من أجل ابني وابنك وأخوي وأخوك ومجتمعنا ومن أجل نهضة مجتمعنا. طيب سلطان، أنت إيش تعليقك ومشاركتك على هذا التقرير؟ والله ما شاء الله الآراء، كل رأي أفضل من الآخر. لك الوالد ما شاء الله، ما شاء الله لم شغله كامل، الرجوع إلى الدين والفراغ أسباب كبيرة. وأنا أيضا مثل ما قال الأستاذ صالح جزاه الله خير، الفراغ وأيد على الفراغ، وأيضا رجوع إلى الدين، رجوع إلى الدين. إذا رجعنا إلى الدين، الدين يأمرنا أن نحن نملي الفراغ بأشياء ثانية في طلب العلم في هذه الأشياء. فإذا رجعنا إلى الدين أملين الفراغ بما يناسب. أكيد أكيد، كله بتوجيه من الدين. أكيد. وأتوقع الوالد ما شاء الله كان مدخلاته قيمة. نعم. وأتوقع كان يتكلم بشعور صادق، يمكن كبار السن آبانا وأجدادنا يتكلمون من شعور الحماية لأولادهم. فكان شعور الوالد صادق. وأتوقع أن الدين شيء رئيسي، يعني يمكن نحن كمجتمعات محافظة يمكن أصبح ما زال الدين له التأثير الأكبر في توجيه الشباب، في النصح، في الوعظ. يعني طيب ممكن أبدأ معك صالح، يعني ترى أنت المخدرات وآثارها تأثيرها، ما هي المجمل الأضرار اللي تسببها المخدرات في المجتمع؟ أول شيء تدمير الأسرة، وهذا جانب مهم في تدمير العلاقات الأسرية. كم تحصل شاب من أسرة محترمة، من أسرة لها تاريخها ومعروفة لدى المجتمع بأن من الأسر الطيبة وذات ينحرف هذا الشاب. فأعتقد أنه هذا هو الجانب المهم، وهو تدمير الأسرة، وأيضا إضفاء عليها شيء من النوع الوصم، ممكن نقول وصمة العار. نعم صحيح. نعم صحيح. لا أيضا طيب أستاذ محمد، نعم. إيش أبرز أضرار المخدرات على الفرد؟ والأستاذ صالح ذكر أنه يضر يهدم الأسرة وأيضا يسبب وصم، قد ما تكون الأسرة بريء أحد أفرادها أصاب، ولكن الوصم يعم الأسرة جميعا ويؤثر على سمعتها، يؤثر على فرصها أيضا وعلاقاتها الاجتماعية. أنت ترى هل هناك أضرار سواء على الفرد، أضرار صحية على المجتمع؟ إيش أبرز الأضرار المخدرات من أجل أيضا وعي أهلنا وناسنا وحبايبنا؟ إيش هذا أضرار المخدرات من أجل نستعد منها ونعمل كل طاقتنا لتجنبها؟ نعم. أما بالنسبة لأبرز أضرارها على الفرد نفسه، صراحة لو تنظر في وجوههم عياذا بالله ترى كما قال الله عز وجل عنهم، بالله عليكم نسمع إيش قال الله سبحانه وتعالى، إيش قال عنهم سلطان؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا معيشة ضنكا، يعيش في قلق وخوف ويحس أن الناس كلهم ضده،
سبحان الله. هذا في الدنيا من عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، شيء داخلي نفسي بالضبط يدمر حياته بالضبط سبحان الله. لكن شوف بالله إلى الآخرة كيف يصير وضعه. ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبحان الله، هذه أول علامة يحس بها وأول ضرر يحس به الضيق. لذلك عندنا في منهم من قتل نفسه سبحان الله، ويقول لك أن المخدرات يعني تخليك تكيف وتخليك كذا، ليش تقتل نفسك؟ قبل كم يوم هنا عندنا بجرعة زايدة من الشبو ضربها في الوريد قتل نفسه سبحان الله. وشاب منهم لما تم سجنه داخل السجن جلس فترة مسجون، دق راسه في الجدار، وآخر شيء مسكوه الشباب، آخر شيء جاب موسى وجاب آلة حادة وفك بطنه ومات داخل السجن. يعني شوف سبحان الله، هذه من أول أضرارنا تجعل الشخص سبحان الله من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا على شخصه. طيب ممكن ده أتطرق من السؤال، يعني من حقك المداخلة الجميلة. نعم. أتطرق يعني كيف نعرف أنه الشخص الآن مدمن مخدرات؟ أو ممكن أسأل سلطان لو عندك ده. إيش الأعراض العلامات يعني اللي خلينا أعرف أنه الشخص مدمن؟ الشخص قد مدمن مخدرات ما أعرفه في يوم أو ليلة، وشخص مخفي، هل في علامات معينة أقول أنه هذا مدمن يا سلطان؟ العلامات ستكون أكيد واضحة في من خلال تصرفاته، من خلال كلامه، من خلال انفعاله، من خلال انفعاله، من خلال تعامله مع أهله مع جيرانه يبان سبحان الله. حتى من خلال مشيته، من خلال مشيته لما تشوفه يمشي تقول هذا الشخص وضعه ما يطمن. يعني تعامله مع الآخرين يظهر نوع من نعم سبحان الله، يكون منفعل. نعم. يكون منفعل، قد إنه يضرب قد إنه يقتل، المهم خلاص الرجال ما هو بوعيه مفصول. سبحان الله سبحان الله، جميل. وأتوقع أنه كثير من العلامات حتى لما بحثنا في موضوع المخدرات وجدت أنه صاحب المخدرات من أبرز العلامات أنه نوم اضطراب في النوم، ما يتغير وقت النوم الطبيعي له، وقت النوم ما يكون الموعد الطبيعي، ويظهر أيضا في إنتاجيته إذا كان طالب في أدائه في الامتحانات، إذا كان موظف إنتاجيته في العمل. فعلى قولك صاحب المخدرات قد ينعكس تلقائي في سلوكه اللي يخليه يظهر في المجتمع. طيب ممكن الآن ننتقل من أجل الآن نناقش المخدرات إيش أسبابها أنواعها، ممكن ننتقل للحلول كيف نحمي أسرنا، كيف نحمي مجتمعنا من المخدرات. أستاذ محمد، كيف نحمي أسرنا من المخدرات؟ إيش الحلول الآن لمكافحة المخدرات وإيقافه في مجتمعنا؟ أول حاجة الجانب التوعوي، الجانب التوعوي وتكثيف هذا الجانب في أوساط يعني أفراد المجتمع، سواء كان في الحارات أو سواء كان يعني في المدارس والجامعات والكليات، بل حتى في السجون لابد أن تكثف مثل هذه. طبعا مثل ما ذكر جزاه الله خير أستاذ صالح، يعني اللي راح لهم مجرمين مجرمين، لكن في ناس ضحايا دخل داخل السجن. طيب بحاجة إلى أنك تكثف جهود التوعية تدخل لعندهم. طبعا دائما الإنسان الضحية لما يكون داخل السجن ينكسر ينكسر، فهو يتمنى حقيقة يعني من يذكره بالله أولا، يذكره بأهله. ولذلك أنا صراحة ما وجدت أرق يعني من إخواننا المساجين، ذكرهم بالله سرعان ما يبكون، سرعان ما يتأثرون. أحيانا نجيب كلام عادي، يعني أنت جالس هنا أمك يعني توقع كيف وضعها، توقع كيف أمورها، ينهار يبكي متأثر. بل يعني منهم من ماتت أمه داخل السجن بسبب هذه الآفة، يخرجون الحمد لله تغيرون. فتكثيف الجهود التوعوية هي من أعظم الأسباب بإذن الله في إنقاذ الشباب. طيب أنت يعني ترى أن التوعية هي أهم طريقة لمكافحة المخدرات تقليل في المشكلة. طيب ما شاء الله أستاذ محمد، أنت ما شاء الله جهودكم أنت وسلطان وإدارة التوجيه جهودكم كثيرة في التوعية وتلقيف المجتمع، في سواء الملتقيات التطوعية في المساجد في السجون، هل وجدتوا لهذه التوعية تأثير كبير في تقليل نسبة المدمنين في المجتمع؟ نعم وجدنا صراحة لها. أول بالنسبة لجانب التوعية، جزاه الله خير الأخ سلطان معي مشارك دائما، حضور الناس في الجانب التوعية. طبعا نحن نخرج أكثر أعمال التوعوية في الحارات في المنتزهات، نخرج حتى في المنتزهات. هل لها تأثير هذه كلها؟ تأثير، أنا بعطيك يعني صورة من صور التأثير، لها صورة من صور التأثير. أيوة صورة، بس يعني وقعت معنا موقف من المواقف صار معي أنا والأخ سلطان. يعني كنا في حارة من الحارات عندنا في المديرية، وهذه الحارة مشهورة بالمخدرات وكذا،
فقمنا أقمت محاضرة أنا رح سلطان وملتقى توعوي عن المخدرات، واختمناه بعد ذلك بالتوبة. الله كنا يعني نركز على جانب المخدرات، وأنه الإنسان مهما وقع فيها الله سبحانه وتعالى رحيم، الله يقبلك، الله كده يعني أمك تفرح بك ما بالك بالله عز وجل، هو أشد فرحا بتوبة عبده تابعي من أمه. فبعد ما انتهينا قام لي شاب من الشباب، أيوه، ضخم الجثة، لونه مايل أسمر لكنه مايل للسواد، يعني تظهر على وجهه علامات الإجرام. سبحان الله. قال لو سمحت أبغاك لوحدك. جلست أنا وياه وقال لي بالله ممكن تنتظرنا دقيقة؟ قلت له أبشر. انتظرت دقيقة بالضبط، بيته كان قريب، إلا أخرج لي أو جاري بباكت. قال لي بالله لو سمحت افتح. فتحت الباكت في حوالي قرابة 8 كيلو حشيش. لا حول ولا قوة. قال لي هذه اشترته الليلة هذه، أبغاه كنت حق أسبوع أو أسبوعين بكيف به، لكن والله مريت صدفة وجدتكم تسووا المحاضرة حسيت أنه الكلام كله علي. ولذلك قال والله إن أعلنها لله سبحانه وتعالى توبة ورجوع وخلاص من هذا الطريق. هذا الشاب الآن هو الذي يدعم نحن في الملتقيات التوعوية اللي نقيمها للناس يعني الحرام. تحول أحد الجنود فتح الله عليه في محاربة المخدرات. نعم والله فتح الله سبحانه وتعالى عليه، وصار ما شاء الله ربي يبارك يعني يسابق المؤذن لدخول المسجد في صلاه الفجر. سبحان الله. وصار الان هو الذي يدعم نحن، بل يزعل اذا يعني شاف نحن اقمنا ملتقى توعوي ومدعم فيه، يعني مره يزعل علينا بشكل غير تبنى قضيه مكافحه المخدرات. سبحان الله. استاذ سامي تغيرت حياته 180 درجه، وهذا من صدق قول الله سبحانه وتعالى: او من كان ميتا فاحييناه. كان ميت بالمعاصي والذنوب، كان ميت بالبعد عن الله، فاحييناه، فاحياه الله سبحانه وتعالى بالتوبه والرجوع اليه. سبحان الله. بدل ما كان جند من جنود الشيطان اصبح جند من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. تبدلت حياته. وهذا ويجزيكم الله خير، والله نفتخر فيكم، والله الله يعطيكم العافيه، طغره كبيره. الله فيجزيكم الله خير. آمين يا رب. من امثالكم، واتوقع ان نحتاج جهودكم، خصوصا جهود رسميه وجهود مجتمعيه، لان هذا انتم تسدون طغره كبيره علينا. نسأل الله أن يبقكم وأن يقويكم وأن يوفر لكم كل الوسائل التاحة. طبعا عندي سؤال للأستاذ صالح عسكول. طبعا الآن مع تأثير التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية أصبح للإعلام كثير تأثير كبير في التوجهات، في سلوكيات الأفراد. طبعا ما هو دور الإعلام في مكافحة وحرب المخدرات؟ لا يخفى على الجميع دور الإعلام المحوري والمهم في مكافحة المخدرات، هذه الآفة الخطيرة التي تنخر في المجتمعات. الحقيقة الإعلام له دور مهم جدا في توجيه الرأي العام، وأيضا استهداف الفئات التي مستهدفة في تعاطي أو أنها تكون فريسة سهلة للوقوع في هذه تعاطي هذه الآفة من خلال الرسالة الإعلامية الجيدة ذات المحتوى القيم، ذات زي ما نقول نحن ذات الاستشهاد، تدعيمها بقصص واقعية، وأيضا استضافة خبراء في هذا الجانب. طيب عن وصلنا إلى ختام الحلقة، طبعا عندنا بروتوكول كل حلقة كل واحد يوصل رسالة، ما هي الرسالة التي تود أن توصلها حول الموضوع عبر تلفزيون حضرموت؟ اولا نشكر قناه حضرموت على استضافتها للشباب واهتمامهم بقضايا الشباب، وايضا مناقشتهم لهذه القضيه التي اصبحت الان حديث الشارع في محافظه حضرموت. ونصيحتي الحقيقه لكل متعاطي المخدرات بالاقلاع عن هذه الافه الخطيره والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. باذن الله. يجزيك الله خير. طيب استاذ محمد، ما هي رسالتك للمشاهدين والجمهور؟ الله يبارك فيك. رسالتي للمشاهدين والجمهور ابتداء أولا بالدولة والسلطة المحلية وأهل الخير، أقول لهم رسالتي أننا لن أو لا نتمنى يعني أن يكثر عدد المساجين عندنا، وإنما الذي نتمناه أن يكثر عدد التائبين، وبدعمهم الصخي المبارك لإدارة التوجيه المعني في لقسم التوجيه المعني في إدارة مكافحة المخدرات تستمر الجهود التوعوية في الحارات والمنتزهات والجامعات وفي كل مكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولهم التوفيق والأجر. جزاهم الله خير. جزاك الله خير. طيب أخي سلطان، ما هي رسالتك؟ رسالتي بإذن الله لكل المجتمع، لكل من في المجتمع، الخطيب على منبره، والمدرس في مدرسته،
والأب في تربيته، وكلهم في مجاله والإعلاميين في مجاله، فكلهم بإذن الله يدلو بدلوه، يدلو بما يستطيع، بما بالقدر الذي يستطيع به أن يدفع البلاء عن هذا الوطن الحبيب وعن الشباب وعن المجتمع هذا كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله تعالى. ونحن نؤكد جميع رسائلكم، أتوقع رسائل إيجابية ويجب الاهتمام بها، ويجب العمل كلنا كمجتمع واحد كإعلاميين كناشطين، يجب أن نتوجه لمكافحة هذا الباء، وكل يغطي ثغرة ويؤدي دور معين. نحن في معركة ونحن جزء من معركة هذا من أجل أسرنا ومجتمعنا وأولادنا. مشاهدينا الكرام، ها وصلنا إلى نهاية الحلقة في هذا الموضوع والمعني بالمخدرات. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم محتوى جيد ومفيد، ووضعنا النقاط على الحروف. نلقاكم في خير.